بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام، مدير الجامعة ووكلاء الجامعة والمدرسون وكل من له عمل في هذه الجامعة المباركة، ثم أنتم أيها الإخوة الطلاب، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أطمعكم معالي مدير الجامعة بشيء لا أملكه، ولكن كما يقال على قدر ما نستطيع مما تؤملون، فأنتم الحمد لله أنتم في مقدمة صفوف الشباب الذين سيقودون هذه الأمة بإذن الله، وسيدافعون عنها، دافعون عن دينها أولا ويدافعون عنها، لا سيما في وقت لا يخفاكم ما يكتنف المسلمين من الأعداء ومن الحاقدين على هذه البلاد بل على الإسلام عموما. ولكن الحمد لله بأيديكم السلاح، بأيديكم السلاح الكافي والسلاح الذي بإذن الله تنتصرون به على عدوكم إذا تمسكتم به وحملتموه حملا صحيحا. أي شيء أعظم من كتاب الله؟ وأي شيء أعظم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي شيء أعظم مما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من منهج القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح؟ هذا كله بين أيديكم ولله الحمد، وهو سلاحكم إذا حملتموه بجد وصدق، فهو السلاح الفتاك، وما عداه فهو أراجيف وأباطيل وأكاذيب لا تقوم أمام الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق هو في أيديكم الآن، بين أيديكم، فاحملوه حملا صحيحا. وقبل ذلك تعلموا هذا الحق واعملوا به، ولن يقف أمامكم أحد بإذن الله، لأنه السلاح الرباني الذي انتصر على أمم الكفر جميعا في أقطار الأرض وارتفع عليها. فالله جل وعلا أنزل القرآن والسنة على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وحملته هذه الأمة بعد نبيها جيلا بعد جيل، ولا يزال والحمد لله يضيء وينتصر ويمتد. ألم تروا أنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها في زمن قصير،
واكتسح الظلام ودخل الناس فيه أفواجا، لا لطمع دنيوي وإنما لما يسوقهم من الرغبة إلى هذا المعين الصافي وهذا المولد العذب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا الحق وهذا الدين وهذا القرآن وهذا المنهج هو لا يزال غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا السلاح الفتاك الحق المضيء البين النور الكاسح هو بأيديكم إذا تمسكتم به حقا، تعلمتموه أولا ثم تمسكتم به ثانيا ثم دعوتم إليه ثالثا بلغتموه لأهل الأرض، فلا يبقى أمامكم ولله الحمد أي عائق وأي مانع ما دمتم تحملون هذا النور الذي لا يقف أمامه أي عائق، فهو متكامل. ولكن الشأن في حملته، وأنتم إن شاء الله من خيرة من يحمله. الأجيال السابقة أدوا ما أوجب الله عليهم وبلغوه، وبقي دوركم أنتم، الأمر انتهى إليكم الآن. وهذه الجامعة ولله الحمد هي مصدر هذا الحق بمناهجها وبتعليمها. هذه الجامعة هي الوريثة لهذا الحق. ولا أقلل من شؤون الجامعات الأخرى في هذه البلاد وغيرها، ولكن لكون هذه الجامعة في هذه البلاد التي هي قلب العالم الإسلامي، هذه الجامعة التي في قلب العالم الإسلامي وهي قريبة من المسجد الحرام والمسجد النبوي من مهبط الوحي، هي أجدر وأولى بهذا الحق أن تقوم به وأن تبلغه للناس. فالمسؤولية علينا جميعا عظيمة، لكنها تسهل مع تيسير الله سبحانه، مع النية الصادقة، مع العمل الصالح، مع الإخلاص لله في القول والعمل. وكل هذا ميسور بإذن الله لمن يسره الله عليه، لمن يسره الله له ميسور ولله الحمد. يحتاج منا إلى عزم، يحتاج منا إلى فهم، ثم يحتاج منا إلى جد واجتهاد، يحتاج منا إلى إخلاص ونية صالحة. ونرجو أن يكون هذا كله متوفراً فيكم وفي إخوانكم المسلمين في أي مكان، ولكن أنتم الأجدر بهذا لأنكم في قلب العالم الإسلامي. هذه المملكة خصها الله سبحانه وتعالى، خصها الله بالقيام بشؤون الحرمين الشريفين اللذين هما
محط أنظار المسلمين اللذين يفد إليهما كل مسلم من مشارق الأرض ومغاربها، يتوجهون في صلواتهم إلى هذه الكعبة المشرفة التي ولاكم الله شؤونها، والقيام على شؤونها وتهيئة الوصول إليها لكافة المسلمين، لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بينهم، كل مسلم فله الحق في أن يشارك ويساهم في النهوض لهذه المهمة العظيمة، وأنتم في الصدارة لأنكم ولاكم الله على هذا الشأن، مكنكم منه، والله جل وعلا أعلم، لا يجعل هذا الأمر إلا لمن يقوم به ويستحقه. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لكن أنتم أول مسؤول عن هذا الحق والقيام به، لأنكم في مصدره ومحل نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى العالم بالقيام بهذا الحق والنهوض به والدعوة إليه والعمل به. تقودون المسلمين، تقودون العالم الإسلامي، تضيئون الطرق، تنيرون السبل لأنفسكم ولإخوانكم بهذا الدين الذي جعله الله نوراً يهدي به من يشاء من عباده. مهمتنا عظيمة أيها الإخوة، مسؤوليتنا كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن نتنبه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فنحن والحمد لله قد هيأنا الله لحمل هذا الحق، لأننا في مصدره وفي منبعه، وجيران بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، يفد إلينا العالم الإسلامي من المشارق والمغارب، نعمة عظيمة لكنها مسؤولية كبرى. فأنتم والحمد لله في هذه الجامعة تتهيئون لحمل هذا الدين وحمل هذه الرسالة بعد من سبقكم وسلف. أنتم جيل المسلمين في هذا الوقت، أنتم المسؤولون عن الإسلام في هذا الوقت، أنتم الورثة لهذه المسؤولية العظيمة. فيكم من مختلف الأقطار الإسلامية جاءوا يطلبون العلم ويستضيئون بالنور، يرجعون إلى بلادهم دعاة وهداة بإذن الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أرجو أن تتمثل هذه المسؤولية فيكم، وقد هيأتم أنفسكم لها، فأنتم على موقف عظيم ينظر إليكم المسلمون
في كل مكان، ماذا توجهونهم به؟ أنتم قدوة لمن وراءكم، ينتظرون منكم الخير، ينتظرون منكم كل خير، أعظمه هو هذا الدين الذي تحملونه وهذا العلم الذي ترثونه. فكونوا عند حسن الظن، وحققوا ما فرغتم أنفسكم له وهيأتم أنفسكم له وجئتم من أجله، تكونون دعاة على الحق إن شاء الله، تخلصون العالم الإسلامي مما يتهدده، مما لا يخفاكم اليوم. العالم الإسلامي مهدد بين الكفرة وبين الأعداء، ولكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن جميعا هيأنا أنفسنا لمسؤولية عظيمة، ونتحمل ميراثا ثقيلا، ولكنه يسهل بإذن الله حمله إذا صلحت النيات وخلصت لله عز وجل. الله جل وعلا ينصر من ينصره، إن الله ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ينصره يعني ينصر دينه، والله جل وعلا غني عنا، ولكنه وكل إلينا القيام بهذا الدين، ووكل إلينا تبليغ هذا الدين والدعوة إليه، وهو سيسألنا يوم القيامة عن هذه المسؤولية، وهي كرامة من الله عز وجل لنا إذا عرفنا قدرها وقمنا بحقها، فهي كرامة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أنتم الآن تتعلمون هذا العلم لأجل أن تقوموا بهذه المهمة، تتهيئون لها. نفرتم من بلادكم لتتفقهوا في الدين، ولتنذروا قومكم إذا رجعتم إليهم كما أمركم الله سبحانه وتعالى، وهو تشريف من الله لكم، اختاركم الله لهذا. فاشكروا نعمة الله واعرفوا قدرها وقوموا بحقها، وهو شرف عظيم لكم، خصكم الله به، فاعرفوا قدره، قوموا بحقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لسماحة الشيخ هذا الطرح والبيان الواضح الذي يصدر عن مبادئ ديننا وقواعد شريعتنا، ويبين واجبنا تجاه ديننا وبلادنا، وخصوصا شباب هذا الوطن والأمة الإسلامية. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة ومتنوعة، وفيها ما له علاقة بهذه المحاضرة
وأيضا هناك مجموعة من الأسئلة لها اتجاهها المهم، وسنطرح ما نستطيع مما ورد علينا من هذه الأسئلة حسب ما يسمح به الوقت. السؤال الأول سماحة الشيخ، ما قولكم في من يقلل من شأن الاهتمام ببلاد الحرمين والتوحيد والسنة وينهى أن نهتم بهذا الوطن الكبير ونجعل جل اهتمامنا في الأمة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن هذا واقع، هناك من يخلل، هناك من يرجف، هناك من يقلل من شأن هذا الدين، هناك من يصد عنه، وهذا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستمر. ولكن هذا لا يهم أهل الحق ولا يفت في عضده ولا يقلل من اهتمام، بل يزيدهم قوة وصلابة ويحفزهم على أن يدافعوا عن دينهم وعن بلادهم وعن عقيدتهم. ولو قام واحد بهذا الأمر بصدق وعزم وقوة لانهزم أمامه العالم كله واحد، فكيف إذا كانوا مجموعة كبيرة من أبناء المسلمين؟ لا شك أن الحق سينتصر وأن الباطل سيندحر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان رجلا واحدا في عالم مضطرب، في كفر وشرك ووثنية وإلحاد يموج به العالم، وهو شخص واحد. لما قام بهذا الدين واجتمع حوله أصحابه الواحد تلو الآخر، هزم الله بهم الباطل ونصر بهم الحق. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، هذا هو الباطل، هو الباطل. أما الحق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنتم ورثة هؤلاء، ورثة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من للدين في هذا الوقت إلا الله سبحانه ثم أنتم، من يقوم به إلا أنتم؟ أنتم أمام أعداء الآن كفرة وملاحدة ومنافقين ودعاة ضلال، ولكن إذا قمتم بهذا الحق فسينهزم أمامكم كل من على وجه الأرض من الأعداء بإذن الله عز وجل، كمن هزموا برسول الله وأصحابه ومن جاء بعدهم ممن قاموا بهذا الحق. فهذا الحق سلاح، من قام به وأحسن استعماله نصره الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا أحد الطلبة
يقول: هناك بعض من ينتسبون إلى العلم يشكلون جماعات للدفاع عن الدين والوطن والإنكار على شعبهم، فما هي الضوابط التي يستقيم عليها طلبة العلم للدفاع عن دينهم ووطنهم ومواجهة تلك الجماعات؟ الضوابط والحمد لله واضحة. أولا إخلاص النية لله عز وجل، ثانيا تعلم العلم النافع. ما تكفي النية والرغبة في الخير، وما يكفي هذا، لابد من تعلم العلم النافع ثم العمل به ثم الدعوة إليه والقيام به ونشره بين الناس. لا يستقيم لكم أمر إلا بهذا: أولا العلم، ثانيا العمل، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، من يقوم بهذا سيواجه صعوبات ومشاكل، يستعين بالله ثم بالصبر والثبات على هذا الحق، ثم النتيجة النصر من عند الله عز وجل. نعم. هذا سؤال من منسوب المعهد العلمي في حريبلا، يقول: كثرت الحسابات في التواصل الاجتماعي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تثير الشكوك في الولاء والبراء والانتماء لوطن الإسلام المملكة العربية السعودية ولولاة الأمر، فما توجيه سماحتكم؟ الولاء والبراء من أصول هذا الدين، الولاء لأولياء الله، موالاة أولياء الله محبتهم ومناصرتهم، والبراءة من الكفار والمشركين وأعداء الدين. لا يستقيم الدين إلا بالولاء والبراء، فالذي ليس عنده ولاء وبراء ليس عنده دين وليس عنده فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان؟ أن تفرق بين الحق والباطل، بين المسلم والكافر، بين العدو والصديق، فرقان من الله في قلبك بسبب تقوى الله جل وعلا. أما الإنسان الذي كل الناس عنده سوى، هذا كما في المثل، يقولون في المثل العامي: من كان الناس عنده سوى فليس لعلته دواء. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال من منسوب المعهد العلمي في عرعر، يقول: يتردد بعض الشباب على مواقع مشبوهة بالتواصل الاجتماعي بحجة معرفة أحكام الشرع، فما توجيه سماحتكم حيال ذلك؟ نعم، الشرع والدين لا يؤخذ من الشبكات، إنما يؤخذ عن المصادر الصحيحة، عن الكتاب والسنة وعن العلماء الراسخين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالأمر يرد إلى العلماء في أمور الدين، وإلى الأمراء في أمور السياسة، أمراء المسلمين يرد إليهم الأمر في أمور السياسة والقيادة، وأما أمور الدين فأولو الأمر هم العلماء، يرد إليهم هذا المشكل. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال من منسوب إدارة الجامعة، يقول: نفخر نحن منسوب جامعة الإمام بالثقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
بتعيين مديرها عضوا في هيئة كبار العلماء، فما توجيهكم ووصيتكم لمعاليه ولنا أبناء هذه الجامعة؟ نرحب بالشيخ أن يكون معنا في هيئة كبار العلماء، أن يكون عضوا فيها، ونسأل الله له التوفيق والسداد والإعانة. نرحب به زميلا وأخا ومساعدا لنا، ونسأل الله للجميع التوفيق والنصر والإعانة. نعم، جزاكم الله خير. هذا سؤال أيضا من منسوب مركز دراسة الطالبات، يقول: هناك من يجاهد في الأحاديث الصحيحة الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ويتهم من يدعو إليها بأنه من غلاة الطاعة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا يعتبر من الخوارج، والخوارج طائفة خذلهم الله عز وجل ولم تقم لهم قائمة ولله الحمد على مدار الزمان، فلا يهمنا هذا. نعم. هذا سؤال من طلاب كلية الطب، يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيكم، يؤلمنا كثيرا ما نراه من محاولة التقليل من قدر علمائنا الفضلاء، والمشكلة الكبرى ما نراه من انسياق ضعاف العقول خلف أمثال هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فما التوجيه لنا وللحاضرين في احترام وتقدير علمائنا؟ هذا ليس شيئا جديدا، الذين يقللون من شأن العلماء والدعاة إلى الله ومن شأن أهل الدين لهم سلف، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يكفي هذا أن الله يسخر منهم، إذا سخروا من أهل العلم فالله يسخر منهم، نسأل الله العافية. نعم. هذا سؤال من كلية الشريعة بالأحساء، يقول: يضعف عند بعض الأساتذة الإنكار على دعاة الفتنة والتفرقة، بل قد يترك ذلك، فما توجيه سماحتكم لأعضاء هيئة التدريس والمشايخ والأساتذة في مثل هذه المسألة المهمة؟ الذي يتكاسل عن نصرة الحق وعن نصرة أهل الخير إنما يضر نفسه، وسيعوض الله الأمة خيرا منه. الله جل وعلا لا يضيع هذا الدين ولا يضيع أهل هذا الدين، ومن سخر منهم أو قلل من شأنهم إنما يسخر من نفسه ويقلل من شأنه هو. فالدين منصور بلا شك، منصور ولو جرى عليه ما يجري بعض الأحيان، لكنه منصور. قال ابن القيم رحمه الله: والدين منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، هذا سؤال من منسوب المعهد العلمي في العارضة في منطقة جازان، يقول: يتجه بعض الشباب من طلاب العلم إلى التصنيف والتحزب وقبول الرأي ورفضه حسب الميول والتوجهات، فما نصيحتكم لأمثال هؤلاء؟ نحن ما عندنا تصنيف، عندنا صنف واحد، حزب واحد، هم حزب الله عز وجل، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أما غير حزب الله هو حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان.
الله له حزب وهم المؤمنون وأنصار هذا الدين، والشيطان له حزب وهم أنصار الكفر والإلحاد وأهل السخرية بالمؤمنين، هؤلاء حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، قول الله سبحانه وتعالى، هؤلاء خاسرون كما حكم الله عليهم بالخسران العاجل والآجل. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال من أحد منسوب المعهد العالي للقضاء، وهو الأخ سعيد محمد سعيد منشط، يقول: شكر وتقدير لسماحة الشيخ صاحب الفوزان حفظه الله ووفقه. السؤال: الإخوة على الحدود من جيوشنا الذين يرابطون للدفاع عن ديننا وعقيدتنا ووطننا وقيادتنا وعلمائنا ومجتمعنا، وهم على ثغر عظيم وخطير ومهم، يحتاجون إلى الدعاء منا وإلى توجيه المجتمع بالدعاء لهم ومؤازرتهم، فما هو التوجيه في ذلك من سماحتكم؟ نعم، هؤلاء في موقف عظيم، يرابطون على حدود المسلمين ويدافعون عن بلاد المسلمين وعن المسلمين، فهم من المرابطين إن شاء الله، نرجو لهم ذلك، الذين قال الله جل وعلا فيهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني داوموا. المرابطة المداومة على الطاعة، ومنها المداومة أو من أهمها المداومة على حدود المسلمين، فهؤلاء نرجو لهم ثواب المرابطين، لأن المرابط إذا صلحت نيته فإنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، ولو مات يجري عليه أجره، يجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هؤلاء يرجى لهم ثواب المرابطين، والمرابط إذا مات يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. نعم. دعاء لهم سماحة الشيخ. نسأل الله أن يثبت أقدامهم. آمين. وأن ينصرهم. آمين. وأن يسدد رميهم وسهامهم. آمين. وأن يعينهم. آمين. وأن يقوي قلوبهم. آمين. وأن يعظم أجرهم. آمين. وأن ينصرهم. آمين. نعم. هذا سؤال من المعهد العلمي في الرياض، يقول: يدرسنا مدرس في مادة شرعية وقد استفدنا منه كثيرا، لكن يحذرني منه بعض زملائي بسبب أنه يقول إنه جامي، فهل هذا يمنع الاستفادة منه؟ وأيضا ما هي الجامية التي يذكرونها ويطرحونها؟ لا نعرف الجامية، هذا اسم ابتكروه هم ولا نعرفه، إن كان منسوبا إلى أخينا محمد أمان الجامي فنحن نعرفه، عالم داعية إلى الله، ما عرفنا عليه إلا منه إلا الحق، وما جربنا منه إلا الخير، ولكن أنتم تعرفون أن هناك من يخترع الألقاب السيئة لينفر من الحق، وهذا لا يضر إلا نفسه. الدين منصور وأهل الدين منصورون، والذي يتخلف عنهم أو يذمهم هذا يضر نفسه فقط ولا يضر أهل الخير أبدا. نعم. سماحة الشيخ الوالد، هذا سؤال من الدكتور عبد الله بن قريطان من كلية العلوم الاجتماعية، يقول: نود من سماحتكم كلمة توجيهية لأبنائكم حول الواجب وحق كبار العلماء على أبناء الوطن خاصة والأمة عامة. نعم، نوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى بما أوصاكم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم بتقوى الله
والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصيكم، يقول أوصيكم بتقوى الله إلى آخره، فهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم في كل زمان ومكان. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله، ما حكم ذكر الأخطاء أو الاستهزاء لولاة الأمور والحكام أو من يولونهم مسؤولية وكذلك العلماء، سواء في المجالس أو خطب الجمعة أو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ والسائل هو الشيخ عبد المحسن بن سعيد القحطاني من منسوب المعهد العالي للقضاء. كما سبق وتكرر أن هؤلاء هذا مذهب الخوارج. الخوارج يقللون من شأن ولاة الأمور المسلمين ويلتمسون أخطاءهم ويروجونها، ولكن هؤلاء مخذولون، يرجع وبال فعلهم عليهم، ولن يضروا الله ولن يضروا المسلمين شيئا. والواجب احترام ولاة أمور المسلمين، والواجب الدعاء لهم، الواجب الدعاء لولاة أمور المسلمين. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح صلحت الأمة، انتصر الدين. فالدعاء له ليس لشخصه فقط، وإنما دعاء له وللدين وللمسلمين. ومن أصول أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور في خطب الجمعة وفي كل مناسبة يدعى لهم بالنصر والتأييد، وأن ولاة الأمور إذا نصرهم الله وأعزهم الله ووفقهم فهذا لمصلحة المسلمين ولمصلحة هذا الدين. نعم. سماحة الشيخ، هذا سؤال من مركز دراسة الطالبات، يقول: نرجو منكم التوجيه حول تساهل بعض الناس في سفك الدماء المعصومة، وكيف الرد على من يتهم العلماء علماء أهل السنة والجماعة في هذه البلاد بأنهم يصدرون فتاوى متشددة وتدعو إلى سفك الدماء؟ هذا كسابقه من الأسئلة التي مرت، هذا من الخوارج، من خوارج هذا العصر، فهو لا يحب أن يذكر أهل الخير بالخير، ولا يحب أن يثنى على ولاة أمور المسلمين، لا يحب أن يثنى على ولاة أمور المسلمين، فلا عبرة به ولا بقوله، وإنما يرجع وباله على نفسه. نعم. يبي يؤذن سماحة الشيخ. ها؟ الأذان الآن يبي يؤذن المؤذن. طيب. المسجد. تفضل. نمنع الأذان. سم. نمنع الأذان. لا يؤذن ونعود إن شاء الله. طيب. فلا بد من الحرص على الصلاة والانتظار، لأننا نحصل على أجور عظيمة وثواب كبير من خلال الاستماع إلى سماحة الشيخ ومن خلال انتظار الصلاة، فلا تتهاونوا بهذا أيها الإخوة جميعا، وفقني الله وإياكم ما أحبه ويرضاه. هذا سؤال يقول: ما هي الأضرار التي تحدث عندما يحمل النص القرآني ما لا يحتمل، وهو من الطالب عبد الله السبيعي من كلية الشريعة؟
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وتفسيره محفوظ أيضا، فلا أحد يتلاعب بالقرآن أو بتفسيره، لأن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن يحاول العبث تفسير القرآن فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه عاجلا أو آجلا، فلا يضر إلا نفسه. القرآن له تفاسير موجودة موثوقة متوارثة عند المسلمين، فنكتفي بها ونرجع إليها ونستفيد منها، ولا نحدث تفسيرا للقرآن من عندنا أو من عند أي كائن كان. القرآن محفوظ نصه ومحفوظ تفسيره وبيانه، والحمد لله تولى هذا أئمة كبار من أئمة المسلمين تفاسيرهم مشهورة، تفسير ابن جرير، وهذا هو أكبر التفاسير وأوسعها، تفسير محي الدين، تفسير محي الدين البغوي، الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله، تفسير ابن كثير، هذه تفاسير مشهورة ومعروفة. في عصرنا الحاضر تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهو منتقى من هذه التفاسير. هذه هي التفاسير التي يرجع إليها ويعتمد عليها. نعم. هذا سؤال من الطالب نايف الزحفان من كلية الطب، يقول: لقد لعظ على بعض الطلاب التشبه التام بغير المسلمين من قصات الشعر واللباس، أفيدونا بتوجيهكم أثابكم الله لأمثال هؤلاء؟ هذا واجب المدرسين أن يلاحظوا على الطلاب وأن يناصحوهم وأن يزيلوا ما يرون فيهم من المخالفات. نعم. هذا سؤال من أحد طلاب المنح اسمه محمد عبد الحفيظ من كلية الشريعة، يقول: معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، ما نصيحتكم لطلاب المنح وواجبهم حيال الدفاع عن هذه البلاد المملكة العربية السعودية ومهبط الوحي ومشاع النور، وذلك عندما يرجعون إلى بلادهم أو في أي مكان يتواجدون؟ هؤلاء فيهم آية من كتاب الله يقرؤونها ويعملون بها. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم، ينفروا لطلب العلم، ما يمكن أن كل المسلمين يجون يطلبون العلم، لكن يأتي منهم طائفة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة أقلها واحد ولا حد لأكثرها، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه هي النبراس الذي يسير عليه الطلبة القادمين إلى لطلب العلم في هذه البلاد إذا رجعوا إلى بلادهم. نعم. هذه أسئلة من المعهد العلمي في الدرعية، يقولون في السؤال الأول: ما سبب استهداف شباب المملكة أكثر من غيرهم؟ نعم، شباب المملكة لأنهم موضع القدوة للعالم الإسلام، لأنهم في بلاد الحرمين، ولأنهم يحملون العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد،
ولأن العلم ولله الحمد يؤخذ من عندهم في الغالب، فلا بد أن الأعداء سيتنقصون هذه البلاد ليزهدوا فيها أمام العالم الآخر غير هذه البلاد، ولأجل أن يصرفوا الناس عن الوفود لطلب العلم في هذه البلاد. نعم. السؤال الثاني يقولون: ما دور طالب العلم المبتدئ في حفظ ثوابت بلاده ومواجهة الأفكار المتطرفة؟ كما سبق أنه يتعلم أولاً، تعلم على أيدي العلماء ومن الكتب الموثوقة، ثم يرجع إلى بلاده ويبلغ ما تعلمه من الخير وينشره في قومه وأهل بلاده. نعم. هذا سؤالهم الثالث وهو مهم، يقول: بعض الناس يحمل سبب التطرف والتكفير الموجود عند بعض المنحرفين مناهج التعليم عندنا في المملكة العربية السعودية وكتب أئمة الدعوة، فما نصيحتكم لأمثال هؤلاء؟ نقول لهم: بينوا لنا في هذه المناهج وهذه الكتب هذه الأخطاء التي تذكرونها، أما مجرد الإلصاق أن تلصقوا بها هذه التهم هذا غير مقبول، حددوا لنا ما تقولون في هذه الكتب ونحن على استعداد أن نعدله ونزيله، نتحداهم في هذا. نعم. هذا سؤال آخر يقول: بعض المنتسبين للدعوة يزعم الوسطية والاعتدال وينكر على من يقتل رجال الأمن في بلادنا حرس الله ويحرم المظاهرات فيها، ولكنه يؤيد هذه الأعمال في بعض البلدان الإسلامية، فما توجيهكم حفظكم الله؟ ما لا يجوز في هذه البلاد لا يجوز في البلاد الإسلامية الأخرى، بلاد المسلمين واحدة والمنهج المسلمين واحد في كل بلد، فلا يختلف من بلد إلى بلد، المسلمون كلهم على منهج واحد ومرجعهم واحد وهو الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم. السؤال الآتي هو من الطالب علي جابر، يشكر سماحتكم ويقول: كيف نعرف دعاة الضلال في هذا العصر الذي يموج بالفتن وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أول شيء لا بد أن تعرفوا أين تعلموا ومن أين تلقوا العلم، هذا أول شيء. ثانيا تعرفون منهجهم الذي يسيرون عليه، من يقتدون به، من يقلدون في هذا، يقلدون أئمة الإسلام وعلماء الإسلام أو يقلدون غيرهم، فلا بد من تمييز هؤلاء من غيرهم بمعرفة أين تلقوا العلم، من درسوا عليه، من نشأوا عنده، حتى يعرف أصلهم ومنهجهم سيرتهم. نعم. هذا سؤال يقول: انتشر بين الشباب والفتيات قراءة الأبراج لمعرفة شخصية الإنسان حسب شهر ميلاده، وكذلك تقوم بعض المواقع بطرح أسئلة وبعد الجواب عنها تخرج بنتيجة فيها شخصية المجيب حسب أجوبته، فما حكم هذا العمل؟ هذا من التنجيم ومن الاستدلال بأحوال النجوم ومساراتها، وهذا من الوثنية، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الكفر زاد ما زاد، يقول بعض السلف. النجوم مخلوقات ليس عندها خير ولا شر،
إنما هي مخلوقات مسخرات، أما الخير والشر فهو بيد الله سبحانه وتعالى. والمنجمون هؤلاء قوم كفرة أو ضلال أو جهال لا يعتمد على قولهم. نعم. هذا سؤال من أحد طلاب كلية الشريعة اسمه محمد حميد العنزي، يقول: ما توجيه سماحتكم لطلاب العلم أو غيرهم الذين يرون من يخطئون ممن يسمون بالدعاة جهارا ونهارا ثم ينكرون عليهم جهارا ونهارا، فما رأيكم بهذا الفعل؟ وما هو الأولى فعله أم ترك ذلك؟ توجيهكم حفظكم الله. ما فهمت السؤال؟ السؤال يقول إن هناك من يخطئ ممن يسمون أنفسهم بالدعاة. ما هم اللي يسمون أنفسهم بالدعاة؟ ما الإنسان ما يسمي نفسه بالدعاء بالدعوة أصلا، اللي يسمون أنفسهم بالدعاة هؤلاء ليسوا يدعون إلى أنفسهم، اللي يثني على نفسه ويسمي نفسه بالدعاء هذا يدعو إلى نفسه، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فليتنبه لهذا. نعم. وضمن سؤاله يقول: ما رأيكم في الرد على أخطائهم وما يقولونه؟ هل يكون مثل ما يفعلونه جهارا وأمام الملأ أو بأي طريق آخر؟ الرد عليهم يتولاه أهل العلم، تكتب أخطاءهم إذا ثبتت عنهم وتعرض على أهل العلم وهم الذين يردون عليهم، ولا نسمح لأحد أن يرد ويرد عليه ويتردون، ما نسمح بهذا، لأن هذه فوضى علمية. نعم. هذا سؤال من عميد مركز دراسة الطالبات دكتور عمر بن عبد الرحمن العمر، يقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم سماحة شيخنا وعملكم ويطيل عمركم على الطاعة والإيمان، وأرجو من سماحتكم توجيه كلمة خاصة لبناتكم الطالبات التي يستمعن إليكم الآن وعددهن يقرب من 40,000 طالبة. نسأل الله لهن الصلاح والتوفيق، وأن يتمسكنا بدينهن ويتمسكنا بالحياة والعفة والنزاهة والستر، عليهن بالتستر والحجاب، عليهن بالمحافظة على الصلاة والمحافظة على الدين، محافظة على طلب العلم النافع. هذا ما نوصي به أخواتنا الطالبات. نعم. هذا سؤال يقول: نرى بعض الطلبة والموظفين يتساهلون في مسائل عدة منها الصلاة مع جماعة المسلمين وإسبال الثياب، فما نصيحتكم في ذلك؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى من طلبة علم، وهم أولى بالعمل بالسنة، فلا يسبلوا ثيابهم، لا تنزل عن الكعبين، لا تنزل الثياب عن الكعبين، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فلا تنزل ثيابهم عن الكعبين. وأما المحافظة على الصلاة فهذا أول ما يجب عليهم بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، مع الصلاة مع الجماعة في المساجد، لأنهم طلبة علم وقدوة يقتدي بهم غيرهم بصفة أنهم طلبة علم، فعليهم أن يمثلوا العلم التمثيل الصحيح بالعمل به والدعوة إليه، الاستقامة على دين الله
نعم. هذا سؤال من المعهد الإسلامي في جيبوتي، والمحاضرة منقولة لكل مراكز ومعاهد الجامعة في الخارج حسب الوقت، وهم الآن قريبين منا في الوقت، وهناك معاهد أخرى بيننا وبينها أموال تصل إلى 6 و5 ساعات، ولذلك سأدوث عليهم إن شاء الله في أوقات الدراسة. يقول السؤال من الإخوة في المعهد الإسلامي في جيبوتي: كيف يمكن حماية فكر الشباب في البلدان الإسلامية والبعد عن مواطن التطرف؟ الحماية بإذن الله تعليمهم الكتاب والسنة والكتب النافعة على أيدي العلماء لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يكون الكتاب كتابا موثوقا من كتب أهل السنة والجماعة. ثانيا أن يكون المعلم متمسكا بدينه وعارفا لأحكام دينه ومعتقده، فلا بد من هذا، من سلامة المدرس وسلامة الكتاب الذي يدرس. هذا سؤال يقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فما هي الجماعة؟ ومن يكون إمام المسلمين للذين يعيشون في بلاد غير إسلامية؟ إمامهم ولي أمرهم من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، فيلزمون طاعة ولي أمرهم من المسلمين في كل مكان، لأن في هذا النجاة من الفتن والشرور والمخالفات. ولما ذكر حذيفة ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ما يكون من الفتن، قال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا يكون سلامة من الفتن بإذن الله، يكون المسلم مع المسلمين ومع إمام المسلمين في مكانه وفي بلده. نعم. هذا سؤال من الطالب عبد الله بن محمد من كلية الشريعة، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ: هل ينبغي لطالب العلم المطالبة بترك الملخصات والمذكرات أم الاعتماد على الكتب والمؤلفات السابقة في شتى الفنون؟ لأنه في الخطط الجديدة بعضها فيه إضعاف للمستوى التعليمي للطلاب بدعوى أنهم أقل استيعاب من الجيل السابق. أولا، لا يجوز للمدرسين أن يعملوا ملخصات وعندهم كتب مقررة، لا بد أن يدرسوا هذه الكتب ويبينوها للطلاب، ولا بد للطلاب أن يتلقوا شرحها من أساتذتهم، ولا يكون هناك ملخصات تحول بينهم وبين الكتب، ولا يعود المدرس الطالب على هذه الملخصات التي تحجبه عن العلم وعن الانتفاع بالكتاب المقرر. ما ضر الطلبة إلا هذه الملخصات. نعم. هذا سؤال يقول: سماحة شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، لا شك أن العالم الإسلامي الآن تدب فيه الحروب والفتن، فما الواجب علينا تجاه هذه الحروب في البلاد الإسلامية؟ أن تتجنبوها، لا تدخلوا فيها وابتعدوا عنها، واسألوا الله السلامة منها، وعليكم بتبصير المسلمين والنصيحة لمن يقبلها في بلادكم، وعلى الله جل وعلا التوفيق. نعم. هذا سؤال يقول: ما هي الطرق الشرعية في إنكار المنكر؟ كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذه لأهل السلطة، هم اللي يغيرون باليد، أهل السلطة أو نواب أهل السلطة،
فمن لم يستطع فبلسانه، عليه ينكر المنكر بلسانه، يقول هذا منكر وهذا لا يجوز، ويرشد إلى الصواب وإلى الحق، يدعو إلى الله، هذا الإنكار باللسان. فمن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه ينكر المنكر بقلبه، ويبتعد عن مخالطة أهل المنكر ومجالستهم. نعم. هذا سؤال من الأخ كمارة سليمان من اللغة العربية، يقول: سماحة الشيخ رعاكم الله، عندما نأتي نحن الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية حماها الله وأيدها للدراسة في كلياتها الشرعية، ندرس الفقه الحنبلي فنتقنه، وعند رجوعنا إلى بلداننا نتعامل مع مذاهب أخرى كالمذهب المالكي مثلا، فماذا تنصحون، فما نصيحتكم لنا في مثل هذا الموقف؟ يا أخوان، ليس الاعتماد على كتب الحنبلية أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية، ليس الاعتماد على الكتاب، الاعتماد على الدليل، فما قام عليه الدليل يعمل به من أي كتاب من المذاهب الأربعة، وما لا دليل عليه لا يعمل به. إذا كنت تعرف الدليل تمشي على الدليل، إذا كنت لا تعرف الدليل اسأل أهل العلم عن هذا القول. نعم. هذا سؤال من الطالب فواز عشي من كلية الإعلام والاتصال، وأنا أذكر الاسم إذا كان مكتوبا، أما إذا لم يكن مكتوبا فأقرأ السؤال فقط. شكر الله لسماحتكم، ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يكون أكبر همهم من تخصصهم هو الشهرة فقط، ناسين دورهم الكبير في الدفاع عن دينهم ووطنهم وإخوانهم المسلمين؟ هذا شيء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، النيات لا يعلمها إلا الله، لكن عليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل، ويعلموا أن الله مطلع على نياتهم ومقاصدهم وقلوبهم، عليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل، فمن أخلص النية لله وفقه الله وأعانه، ومن لم يخلص النية لله وكان همه غير ذلك فالله يكله إلى ما يريد ويخذله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا من سؤال من عبد الرزاق آدم عمر من كلية اللغة العربية، يقول: ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين الغلو والتكفير والإفراط والتفريط؟ يا أخوان، عندكم مقررات في العقيدة، عندكم مقررات افهموها وامشوا عليها، وهي تميز لكم ما يصح وما لا يصح، مقررات بأيديكم موثوقة مختارة ولله الحمد، تمشون عليها تعملون بها. نعم. هذا سؤال يقول: ما نصيحتكم للمدخنين، وما توجيهكم لهم، وما هو الرأي الأمثل في الحد من هذه الظاهرة داخل وخارج الجامعة لأثرها الكبير على نفسي وعلى الآخرين؟ السؤال من الطالب سلطان عبد الله الهمداني من كلية الهندسة. كل يعرف، حتى المدخن نفسه يعرف أن الدخان ضار، هذه واحدة. ثانيا، يعرف أنه لا فائدة فيه وإنما هو ضرر محض. ثالثا، يعرف أن الله حرم كل ما فيه ضرر وما فيه هدم للصحة، حرم ذلك. قالت جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان مسؤول عن نفسه يوم القيامة، يسأل عن جسمه فيما أبلاه، أول ما يسأل عن جسمه فيما أبلاه، أبلاه في المخدرات والمسكرات والمفترات، يسأل عن هذا ويحاسب عليه يوم القيامة. فعليه أن يحافظ على جسمه ويتخذ المواد الصحية النافعة والمغذية، ويترك
المواد الضارة والمواد القاتلة والمواد التي لا خير فيها، لا يدخل إلى جسمه شيئا يضره أو يكون سببا للقضاء على حياته. نعم. هذا سؤال يقول: انتشر في هذا الزمن بشكل ظاهر الغيبة والنميمة، ومعلوم أن لها آثار خطيرة وسيئة على الفرد والمجتمع، وخصوصا إذا تناولت ولاة الأمر والعلماء، وقد ظهر ذلك جليا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، فكيف يتعامل معها طالب العلم بشكل خاص والمسلم بشكل عام؟ والسؤال من كلية الشريعة بدون اسم. تعامل معها بأن يتركها ما دام أنها معروض، أنها يعرض فيها الشر، يعرض فيها الفساد، فساد الأفكار وفساد المعتقد وفساد الدين، يبتعد عنها لأنها تضر وتؤثر فيه، يبتعد عنها ويحذر منها ولا يقربها، يبعدها عن بيته وعن أولاده. هذه وسائل شر، وسائل تدمير، وسائل فساد، هذه وسائل فتنة، فيبتعد عنها ويبعد عنها أولاده وينصح بالابتعاد عنها. نعم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يغتب بعضكم بعضا، حرام الغيبة، حرام. نعم. هذا سؤال ولعلنا نختم به لأن الوقت أزف، يقول: تصدر قرارات حكيمة ومتميزة من ولي أمرنا حفظه الله وأثبتت قوتها وكفاءتها، إلا أن هناك من يقود حملات التشكيك والتشويه في كل ما يصدر، وخصوصا فيما يتعلق بأمن وأمان البلاد أو تولية من يراه ولي الأمر كفءا لبعض الأعمال. والسؤال جاءنا من وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية. لا شك أن هناك من ينفر، هناك من يبغض الخير ويبغض ولاة الأمور المسلمين ويبغض، فهذا ليس بغريب، هذا حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجس على أيدي المنافقين وعلى أيدي ضعاف الإيمان، فعليهم هم أولا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويعلموا أنهم محاسبون عند الله سبحانه وتعالى عن هذا، وسيتحملون إثمهم وإثم من أضلوه ليحملوا أوزارهم كاملة.